هل وجدت نفسك يوماً تتفق مع سياسي دون آخر ومن دون سبب يذكر؟ أم هل فكرت يوماً كيف تؤثر اللغة في تبني المواقف والاتفاق مع رأي دون آخر؟ لا شك أن اللغة أداة قوية في التعبير ولها دور مهم في عالم السياسة، ولكن كيف يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً؟ في كتابه اللغة والسياسة شرح نوم تشومسكي كيف أن الكلمات هي عملة السلطة في الانتخابات التي يهدف الخطاب السياسي فيها دائماً إلى التفاعل. فأظهرت الإحصاءات في أمريكا أن الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين يتفاعلون جميعاً وبشكل إيجابي مع عبارات مثل الحقوق المدنية والقيم العائلية المحركة للمشاعر، ولكن في الحالات الأكثر تطرفاً يتم استخدام اللغة للتأثير على رأي الجمهور في الموضوعات المثيرة للجدل كالهجرة، فتستخدم الجماعات المؤيدة لها لغة مثيرة للشفقة لتستحضر إحساساً بالتعاطف من الجمهور، بينما تستخدم الجماعات المناهضة للهجرة عبارات مثل أجنبي غير شرعي للتأثير على الجمهور والاعتقاد بأن الهجرة أمر خاطئ. فكلمة أجنبي تجرد الذات من إنسانيتها وتخلق حاجزاً يفصل عن التعاطف البشري وفقاً لموقع ستادي درايفر. ومن خلال التلاعب على الكلمات يتمكن السياسيون من صياغة اللغة لجذب سيكولوجية الجمهور والتأثير عليه. فعلى سبيل المثال، تستخدم اللغة الانفعالية القوية في إثارة ردود فعل عاطفية لدى المواطنين، وغالباً ما تستخدم للتصدي لعدو مشترك كما حدث في السنوات الأخيرة لدى انتشار فيروس كوفيد-19 في أنحاء العالم، وتم استخدام تعابير مثل نحن جميعاً نحارب الوباء ومن أجل هزيمة الفيروس، والتي كان لها أكبر الأثر في رفع المعنويات والتشجيع للامتثال إلى تعاليم الوقاية وتنفيذ إجراءاتها. وفي المقابل يبدو من السهل جداً إثارة الغضب إذا ما أسيء استخدام التعبير المناسب، كما حصل مع وزير الصحة البريطاني ساشيد جابيد الذي ارتكب خطأً فادحاً حين قام بالتغريد على تويتر بأن الناس كانوا يرتعدون في مواجهة كوفيد-19، ثم اعتذر عن سوء اختيار الكلمات وحذف التغريدة، وخاصة بعد أن أصبح لدى معظم السياسيين منصة مباشرة لتقديم تعليقات فورية وتفاعلية حول الأحداث العالمية دعماً لتصعيد أو منعاً لتصعيد الصراع على الساحة الدولية. وأنتم في المرة المقبلة حين تشاهدون سياسياً يلقي خطاباً، انتبهوا إلى اللغة وحاولوا القراءة بين السطور، فقد تصيبكم الدهشة من قوة تأثير مجرد اختيار بسيط للكلمات.